بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة. أرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم ثم الإجابة عنها والحديث عن أمور تتعلق بعالم الطبيعة. ونحن في هذه الفترة الزمنية وبمناسبة هذه الأجواء الباردة والعواصف وغيرها واحتمال تساقط الثلوج وغيرها، ينبغي للإنسان أن يعرف الغذاء الصحي اللي ممكن يساعده على بقاء مناعته قوية ويتقي شر النزلات والفيروسات واللفحات البرد، لفحات البرد التي قد تكون فعلا مشكلة للإنسان، سواء كانت لفحة أدت إلى مشاكل تنفسية أم لفحات برد أدت إلى مشاكل عضلية ومفصلية وأربطة وغيرها. وقبل ما أدخل في هذا الموضوع، بدي أحكي لكم عن دراسة حلوة أجريت في أمريكا في كلية الطب جامعة هارفارد. درسوا وقاموا بدراسة كبيرة شملت 10,000 سيدة، سيدات ها مش رجال، سيدات فقط، 10,000 سيدة. هذه الدراسة بدها تشوف شو نسبة السيدات النساء اللواتي يتمتعن بوصف اسمه النساء الصحيات، healthy women. وتعريف النساء الصحيات انه السيدة التي تصل الى عمر 70 سنة وهي لا تشكو من اي علة، لا سكري، لا ضغط، لا ربو، لا روماتيزم، لا خشونة مفاصل، لا وجع ظهر، لا ديسكات، ولا ما يحزنون، وعمرها يصير 70 سنة ولا تشكو من شيء. تعرفوا كم النسبة طلعت؟ طلعت 11% من السيدات من 10,000، 11% طلع منهم ما بيشتكوا من أي شيء. طبعا لما بحثوا في مين هذول وشو صفاتهم وجدوا أشياء كثيرة حقيقة، ومن ضمنها الغذاء الصحي اللي احنا دائما بنأكد عليه. الغذاء الصحي طبعا جانب، والجانب الآخر المهم هو النفسية، النفسية البعيدة عن التوتر والعصبية والضغوط النفسية المتكررة واللي بيحملوا السلم بالعرض. طيب الآن بعد هذه الدراسة سنعرج على المأكولات والخضار والفواكه وأمور أخرى وأعشاب مفيدة في فصل الشتاء والبرد والزمهرير. نبدأ بالخضار، نبدأ بالخضار، وعلى رأس هذه الخضار ما هو؟ أكيد بتعرفوا، البصل والثوم. البصل والثوم حقيقة، البصل والثوم وما شابهها من الفصيلة التي تحتوي على مركبات السلفر اللي هو الكبريت، مثل الملفوف والزهرة واللفت والفجل، كل هذول بيحتوى على كبريت، وكذلك طبعا البصل والثوم، هذه لهم دور ممتاز كمضادات حيوية، مضادات للفيروسات والنزلات، وبيساهموا في تقوية المناعة والتخفيف والوقاية من نزلات البرد. فهذه الخضار والتي لو لاحظتم وتأملتم خلق الله لوجدتم أنها تكثر في فصل الشتاء. ملاحظين الآن اللفت والفجل والبصل والثوم كله أخضر متوفر عند أصحاب محلات الخضار، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى يسرها للعباد حتى يقوا أنفسهم هذه الأمراض. ولذلك تناول البصل والثوم في السلطات أو نبلع وبلع الثوم، نبلعها مثل الكبسولة بعدما يعني نضربها برأس السكين حتى يعني يصير مخرمة نوعا ما والجسم يستطيع امتصاص ما فيها من مواد فعالة، مهم نبلع كل يوم، أو تخلط ببطاطا مسلوقة إلى آخره، أو مع ما شئتم من حمص، من طحينة، يعني كل واحد ينظر فيما يناسبه ويتناول البصل والثوم نيئا نيئا. المطبوخ يفقد 90% من قوته الشفائية أو العلاجية والوقائية. طبعا الإنسان بده يحترس بعدها أنه رائحة الفم يتناول أشياء خضراء مثل البقدونس والنعناع والهيل وغيرها، بحيث أنه يخفف من آثار الروائح الكريهة للبصل والثوم. ولا تنسوا أن ثوم البصل من مضادات الأكسدة
يعني مضادات السرطان ومقويات المناعة. ووجد أن الثوم يقضي على أكثر من 200 نوع من أنواع البكتيريا والفطريات والفيروسات. فالثوم حقيقة جوهرة، كنز، بس ننتبه إلى الرائحة حتى ما نؤذي الناس. النقطة الثانية الحمضيات. الحمضيات برضو معروف، شوفوا البرتقال كم، والبوملي والقريفوت تكثر في أيام الشتاء أيضا، وهذه لأن تحتوي على فيتامين سي بكثرة، وفيتامين سي له دور في تقوية المناعة وامتصاص الحديد وتقوية الأنسجة المخاطية في الأنف والحلق والحنجرة والجوب الأنفية وغيرها. فإذا هو عامل مهم في تقوية مناعة الجسم ووقايته من نزلات البرد. عندنا أيضا الخضار الخضراء بشكل عام، لأنها تحتوي على فيتامينات هامة للجسم. كل ما الإنسان حصل على فيتامينات ومعادن هامة برضه بتكون صحته أفضل ومقاومته أفضل تلقائيا. هذه بالنسبة للخضار والفواكه، ركزنا على أهمها. الآن بنيجي للأمور الأخرى. عندنا اللي هي الزهورات والأعشاب. حقيقة منتجات النحل التي أركز دائما عليها لها دور في تقوية المناعة كما ذكرنا سابقا. العسل، حبوب اللقاح، عكبر النحل، غذاء الملكات، كلها تقوي المناعة. وأخص بالذكر العكبر، عكبر النحل، صمغ النحل، بروبوليس بالإنجليزي، هذا يقوي المناعة ويعتبر مضاد حيوي عريض المفعول واسع المفعول، رائع جدا للفيروسات والفطريات أيضا والبكتيريا، ولذلك فهو واق ومعالج بإذن الله تعالى. فيكون دائما عكبر النحل موجود عندنا في البيوت على أي شكل كان، حبوب، قطرات، سفوف مباشر، بودرة إلى آخره، نستخدمه للكبار وللصغار. أيضا عندنا الزنجبيل. الزنجبيل مهم جدا في فصل الشتاء. لماذا؟ لأنه ينشط الدورة الدموية ويوسع العروق الطرفية، شعيرات الدموية، فيعطي شعورا بالدفء والحرارة، خاصة للناس الذين يعانون من البرودة. في ناس كثير بيعانوا من برودة أطراف وجسمهم بارد إلى آخره، وخاصة النساء. فننصحهم بشرب الزنجبيل سواء لوحده أو مع شيء آخر مثل القرفة، مثل النعنع، مثل الليمون. يعني ممكن الإنسان وربة البيت تتفنن في الزهورات هذه وشاي الأعشاب اللذيذ اللي ممكن نعمل خلطات وتوليفات رائعة الطعم، رائعة المذاق. ما نظلنا شاي وقهوة، شاي وقهوة بس دائما. فانتبهوا واستفيدوا من هذا، من هذه النعم الهائلة التي خلقه الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا حبة البركة. حبة البركة القزحة، وهي أيضا من مقويات المناعة الرائعة. لو الإنسان حاول في أيام الشتاء طبعا وغير الشتاء أنه يخلط القزحة هذه المطحونة بشيء من العسل ويتناول منها يوميا، لو نص ملعقة أو ملعقة صغيرة، برضو تعطيه مناعة رائعة، وخاصة للناس الذين يعانون من قروح الفم أثناء الشتاء. في ناس كثير بيعانوا من قروح الفم مؤلمة جدا وتمنعهم من الأكل والشرب وتنكد عليهم معيشتهم، وخاصة الطلاب في الامتحانات مع الضغوط النفسية. فتناول ملعقة عسل مخلوطة بحبة سوداء مطحونة رائعة في تقوية المناعة ومنع هذه التقرحات. أيضا عندنا الشربات الساخنة، ومن أشهر الشربات طبعا، نكمل بعد هذا الاتصال. تفضل يا عمر. يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك يا أخي. أنا بشكي من شغلة الخضران بين إيدي ورجلي، وعملت عملية أعصاب كفة إيدي اليمين ورد رجع الشغلة هاي. خضران في الرجلين والإيدين؟ آه والله. أنت عندك سكري؟ لا ما عندي السكري. طب عندك ديسكات في الرقبة أو في الظهر؟ قبل أسبوع فحصت طلع عندي ديسك بالرقبة الثالث والرابعة، والرابعة والخامس بظهري. أيوة. كم عمرك؟ 37. عفاك الله. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب. معنا الأخ هشام. تفضل يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا دكتور. الله يرضى عليك.
بس حابين نسأل إذا في دواء لعلاج القولون العصبي. هذا أول شيء. ثاني شيء في معي قحة شديدة بعد يعني صباحا أو بعد تناول الأكل، سعال شديد، مش عارف إذا في هيك علاجات إن شاء الله. ناشف ولا في بلغم؟ لا بدون بلغم. أنت عندك حموضة في المعدة؟ والله ما فحصت يا دكتور. لا أنت ما بتحس بحموضة؟ لا ما في حموضة. ما في. لا ما في. طيب ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله. الله يحييك. طيب نعود إلى الأسئلة، بس خليني أكمل موضوع شوربة العدس. شوربة العدس يا جماعة مع الليمون مع الفجل مع البصل الأخضر تعتبر وجبة ممتازة في الشتاء، فأكثروا منها أو تكون بجانب المائدة يعني إضافة لما تأكلون، فهي رائعة مدفية، بتعطي طاقة وبتعطينا مناعة وقوة إن شاء الله. بالنسبة للأخ عمر يشكو من خدران في اليدين والرجلين، الظاهر طبعا يا أخ عمر واضح طالما أنت عندك ديسكات وعمرك لسه 37 سنة غالبا هذا الخدران بيجي من الديسكات، معناته العصب مضغوط. طب ماذا نفعل؟ حقيقة الحجامة ممتازة لك، الحجامة بتخفف الضغط عن الأعصاب، بتنشط الطاقة في مناطق الضغط، هذه فيها بركة فمريحة جدا. ممكن تعملها على الرقبة إذا في ديسكات في الرقبة، وعلى الظهر إذا في ديسكات في الظهر أيضا، وممكن أيضا تستخدم عشبة الأشواغندا أو عشبة المورينجا، هذول الثنتين برضو ممتازات وداخليا بخففوا الاحتقان الحاصل نتيجة ضغطة الديسك على العصب. معنا سؤال أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم. دكتور عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت في عندي سؤالين. تفضلي. في نجارة عندها ولدين، ولد عمره 18 سنة والثاني عمره 8 سنين. طيب. فبتشكي لي من التبول اللا إرادي. بالنسبة للكبير اللي عمره 18 سنة يوميا، واللي عمره 8 سنين نفس الشيء يوميا. معروف. هذا السؤال الأول، الله يرضى عليك. طيب. والسؤال الثاني. بالنسبة لغلي الزيتون، ورق الزيتون. قد ما بغليه بتطلع عندي طبقة بيضة، هاي أشيلها ولا أخليها مع ورق الزيتون؟ طبقة بيضة على المية يعني؟ المي زي الرغوة. الرغوة نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أشيلها يعني ولا تطل في ال... طيب وصلت الرسالة، بتسمع الجواب إن شاء الله. الله يحييك. معانا سؤال أم بكر، تفضلي. أهلا مرحبا دكتور. أهلا ومرحبا دكتور. بدي أسألك، أنا في عندي ولد عمره 3 شهور وبضل يستفرغ كتير، وقبل يومين طعمته عسل. بدي أسأل هالعسل يعني بأثر عليه؟ وبدي أسألك يعني كمان في حبوب دهنية طالعة على وجهي، فبدي هي راحت بس بعدها معلمة يعني. طيب تسمع. فبدي إشي أعشاب إنه تروح. طيب تسمع الجواب. معلش كمان سؤال يعني. تفضل. يعني بصير هلا اطعم ابني 3 شهور ولا صغير؟ طعام غير الحليب يعني. غير الحليب يعني اكل مثلا نشا وحليب شيء زي هيك يعني. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. تسمع الجواب. يعني الله يرضى عليك. طيب نعود. فاذا الاخ عمر ذكرنا انه الحجامه الاشواغندا او المورينجا إن شاء الله بتمشي أمورك على خير وبتستريح وبتنبسط. بالنسبة لأخ هشام القولون العصبي، القولون العصبي زي ما بيقولوا منتشر كثير، جزء أكثر من نص أهل الأردن عندهم قولون عصبي. المهم ماذا نفعل القولون العصبي؟ إذا في أسباب توتر شديدة الواحد يخففها قدر المستطاع. ليه؟ لأنه لها علاقة بالجهاز العصبي. تنين نستخدم الأعشاب المهدئة للأعصاب والمهدئة للقولون بنفس الوقت، زي البابونج، الكراوية، الكمون، الكزبرة، المليسة، البابونج، إكليل الجبل، الخزامة، كل هذه الأشياء مفيدة. ممكن تعملها مثل الشاي وتشربها عدة كاسات في اليوم، أو تطحنها وتشرب وتسفها سف كمسحوق، نص ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة مرتين في اليوم. كذلك بيفيدك النعناع والزنجبيل. هذه كلها الأشياء مفيدة للقولون مع الابتعاد عن أسباب التوتر قدر المستطاع. أما بالنسبة للسعال الشديد بعد تناول الطعام أو في الصباح، غالبا بكون هذا سعال تحسسي طالما ما عندك حموضة في المعدة وترجيع، لأنه في ناس بكون عنده أحماض بتطلع على منطقة الحلق، هذه بتولد عنده زي تحسس وسعال،
فإذا ما عندك هذه المشكلة بكون تحسس في الصباح براد إلى آخره، فأنصحك بتناول عدة أشياء. هو طبعا في منتجات طبيعية الآن كثير في الأسواق، لكن ممكن إذا بدك نصائح منزلية منقول اغلي ورق الجوافة، ورق شجرة الجوافة مفيد كثير، أيضا عشبة الزوفة مفيد كثير. تناول مزيج شاي، خلينا نقول شاي الأعشاب المكون من البابونج والحلبة ممتاز جدا. أيضا ممكن تتناول عشبة القمح الخضراء على شكل كبسولات، فهذه تؤدي إلى إطفاء التحسس. وكمان البروبوليس، عكبر النحل على شكل قطرة، راح يفيدك كثير بإذن الله. بالنسبة لأم أحمد، جارتها عندها أطفال 8 سنوات و18 سنة، عندهم تبول ليلي. طبعا ذكرنا سابقا أنه 50% من الأطفال بينضفوا على 2.5 سنين، ثم تكثر نسبة النظافة حتى لحد سن 18 ممكن 1% من الشباب والفتيات يبولوا حالهم. هذه إحصائية عالمية. طب ماذا نفعل؟ حقيقة في أمور كثيرة، منها تناول ملعقة عسل طبيعي أصلي كل ليلة قبل النوم، بس تناول ملعقة عسل، هذه واحدة. تنين، ممكن نغلي البلوط، ثمار البلوط أو لحاء البلوط نغلي ونحليه بالعسل، ويشرب كاسة صغيرة من هذا المغلي كل ليلة قبل النوم، برضو هذه ممتازة. النقطة اللي بعدها، ممكن تناول ملعقة حبوب لقاح سواء بالعسل أو بدون عسل كل ليلة، برضو إلها دور في تقوية صمامات المثانة. ولا بأس من التدريب، التدريب السلوكي، يعني نخلي الطفل رغب في دخول الحمام الساعة مثلا 10 صباحا، نقول له لا، أجل دخولك 10:30. رغب أن يدخل مرة أخرى الساعة 2، نقول له أجل الدخول 2:30 أو 3 أو مثلا الساعة 3، وهكذا. ليش؟ هذه العملية شو بتسوي؟ بتسوي تدريب للطفل والتحكم في العضلات بطريقة أفضل، مما يساهم إن شاء الله في تحكمه في البول ليلا. أما بالنسبة لمغلي ورق الزيتون، في عليه طبقة رغوة بيضاء، هذه بتكون من المواد الموجودة مع ورقة الزيتون، فلا بأس خليها، لا ما تشيليها، ما تشيليها طالما أنت منظف الورق مظبوط وغسلها مظبوط، ما في مشكلة. هذه الرغوة بتكون بعض المركبات الفعالة في ورق الزيتون، فاشربيها مع الباقي المغلي. بالنسبة للأخت أم بكر، طفل 3 شهور يستفرغ وأعطته عسل إلى آخره. طيب شوفوا، إحنا بالنسبة للأطفال يفترض الطفل لحد 4 شهور ما يتناول شيء، أي شيء غير حليب أمه، إلا إذا كان عنده مغص مثلا، مغص نفخة، ممكن نعطيه شيء من الكراوية واليانسون فقط. إذا صار عنده سعال ممكن نعطيه حلبة، مغلي الحلبة خفيف، تركيز خفيف، ما هو تركيز ثقيل. أما الأطعمة الأخرى وعسل وغيره يفضل تأجيلها لبعد 4 شهور، لبعد 4 أشهر، لأنه الجهاز المناعي بيكون معنا. سؤال، معنا سؤال، تفضل يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. أسأل عن الدكتور. نعم، بدي أسأل الدكتور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، علي صوتك شوي. أعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. والله بدي أسأل، بعاني من مشكلة البواسير أنا. بواسير؟ بواسير أكرمكم الله بعاني منها. أيوة. شوف. خارجية ها؟ خارجية. خارجية. طيب طيب. شكرا. تسمع الجواب والنصيحة إن شاء الله. شكرا لك. معانا سؤال آخر، أمل. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. دكتور حاب أسألك، يعني طلع على وجهي حبوب. يعني أول ما دخلت الجامعة، دخلت الهندسة، إنه صار لي حبوب، يعني مش عند الخاتم، عند الجبين، حبوب صغيرة.
وراسها بصير أبيض؟ لا مش أبيض، تعال. على الجبين مثلا ولا على الوجه كله؟ لا مش على الوجه كله، على الجبين بس. على الجبين. من أسفل من أسفل الوجه يعني تحت الشفة. بس ما هي المنطقة يعني تحت الشفة، تحت الشفة ومن أنا عند جبيني. أنت كم عمرك؟ 19. طيب تسمع الجواب والنصيحة إن شاء الله. الأخ فؤاد، تفضل يا أخ فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشري أو تحصص الجلد، الحكة بالجلد يعني، استخدمت الشري نعم الشري كثير، استخدمت يعني أخصائي كثير ما أفادونيش. صحيح. الحكي مستمرة وكل ما أحك يعني تعرف أنت حبل صغير والكذا. طب عرفت الأشياء اللي بتهيجها عليك؟ والله ما فيش يعني، ما استطعت كل شيء يعني، تقريبا بالليل بتصير تزيد بشكل جنوني. خاصة مع الدفى. نعم، لما يدفى جسمك بتزيد. ممتاز على الدفى. صحيح. صحيح. طيب أعطيك نصيحة مهمة إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسعدك. أدوية كثيرة جدا. طيب الله يبارك. حياك الله. معنا سؤال أخ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله دكتور بتسألك، معي ضغط عين، انا معي ضغط في العين، صار معي نزيف عشرتي وصار معي ضغط في العين. ايوه. فظل ضغط عيني مرتفع، بستعمل زوست وبريمو بس على الفاضي، مش كثير بيساعدني. قديش بوصل الضغط؟ والله بوصل 40 حوالي، مو 42. كثير والله. كثير دائما. الله يعينك. طيب الله يسعدك. عندك سكري او ضغط برضه؟ والله عندي سكر بس ما عندي ايش ضغط. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. بس احب اعرف العياده، العنوان وين عنوان العياده دكتور لو سمحت. طيب بنعطيك اياها ان شاء الله. ماشي، شكرا. الله يحييك، اهلا وسهلا. طيب معنا سؤال اخر. غاده، معنا غاده، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا مرحب. الله يجزيك خير. والله يا دكتور انا عندي مشكله، احب ان شاء الله اني الاقي الحل عندك، لان والله اكثر يعني كثير صعبه، وان شاء الله يكون الحل على يعني الله ثم انت يعني ان شاء الله. انا يا دكتور بصير عندي خصوصا بفصل الشتاء بصير اموري مع الدوره الشهريه كثير بتاخر، شهرين وثلاث يعني كثير. وهاي مشكله كثير بعاني منها والله، وانا يعني اخر ايش وصفوا لي اياه، حكوا لي لازم تاخذي مساعد سكري. شو رايك والله بهذا الكلام؟ هم يعني شخصوكي تكيس على المبايض؟ ايوه تكيس على المبايض والله، شو بحكي لك. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. الله يجزيك خير، يعني انا ما كثير بعاني منها يعني، الله يسعدك. طيب احنا العنوان لقيت بحطه يعني بحكوا لك اياه تحت الهواء ان شاء الله، للي من يرغب في العنوان ان شاء الله. طيب الآن نجيب الأسئلة. وصلنا لعند مين؟ لعند أم بكر. عفوا. لذلك في طبيب أمريكي بروفيسور في أخصائي أطفال، في إحدى كتبه قال: أنا أتحدى كل الأطباء في العالم، إذا بجيبوا لي طفل لا يرضع إلا من حليب أمه فقط، وتعرض لأي إنتانات جرثومية في الأربع شهور الأولى من عمره، فليأخذ مكافأة منه، مش عارف كم حط مكافأة، المهم تكون رضاعة خالصة من الأم فقط. لاحظوا كيف هذا التحدي، دليل أنه حليب الأم فيه كل شيء، أوله مائي وآخره كثيف مغذي، عشان يرثو الطفل أولا ثم يتغذى. فلذلك ما في داعي يا أم بكر إنك تعطي الطفل قبل 4 شهور أي غذاء آخر نهائيا، لا عسل ولا بصل. تمام. بعد 4 شهور بتبدأ تدخل المواد بالتدريج كما هو معروف من قبل نصائح التغذوية الخاصة بالأطفال. نعم. أما بالنسبة للحبوب الدهنية على الوجه، غالبا هذه بتيجي للنساء اللي بيأكلوا مكسرات ومقالي وشوكولاتة، يعني الأشياء اللي فيها دهن كتير، فممكن تطلع بثور دهنية على الوجه، فالتوقف عن تناول هذه المأكولات مهم جدا،
اثنين دهني الوجه بخل التفاح الطبيعي او بعصير الليمون بشيل هذه ان شاء الله الدهون. وبالنسبة للآثار، هل الآثار صبغة ولا حفرة؟ اذا الحفرة صعبة ولها طريقة، اما اذا اثار صبغة تصبغ في كريمات كثير مبيضة للبشرة، او ممكن تستخدمي عصير الليمون مع عصير البندورة، اخلطيهم مع بعض واعملي زي ماسك على الوجه قناع نصف ساعة، ثم غسلي كل يوم كل يوم لما تروح الآثار، سهلة. بالنسبة للأخ أسامة، البواسير الخارجية المؤلمة، طبعا يعني البواسير غالبا ممكن تيجي مع قولون يعني واحد بيعاني من إمساك مزمن أو قولون عصبي إلى آخره، البواسير بتهيج وممكن تظهر، أو طبيعة عمل الإنسان فيها وقوف طويل أو قرفصاء طويلة مثل البليط أو وقوف طويل، الفران، الحلاق، الجراح، العسكري إلى آخره، ممكن يصير معهم البواسير. فإيش نسوي؟ واحد من تنين، إما بنستخدم المراهم، طبعا لازم علاج القولون ومنع الإمساك وكل هاي الأمور، لازم القولون يرجع مستريح. ولذلك لاحظوا حتى اللي عنده بواسير في رمضان بيستريح القولون وبتستريح البواسير بنفس الوقت، وهي بيعرفوها الناس في رمضان. فلذلك الابتعاد عن المأكولات المهيجة للقولون أو فيها فلفل وشطة وحرارة وبهارات زيادة نتجنبها، لأنه بيحرق وهو داخل بيحرق وهو خارج، انتبهوا. اثنين، استخدام المراهم الطبيعية الرائعة التي تتوفر الآن بالأسواق ولله الحمد، مريحة جدا للبواسير، بتبردها وبتشيل الاحتقان. وأنصح كل إنسان عنده بواسير خارجية وبتظهر بعد الله يكرمكم الغائط، يدخلها بأصبعه بالمنديل، يدخلها جوا ما يخليها برا، لأنه ضلت برا راح تلتهب، فيدخلها جوا لفتحة الشرج أريح له وأفضل، مع الدهان المرطب الملطف للبواسير. وإذا كانت هايجة ممكن تستخدم مغاطس من توت العليق أو مغاطس من المرمية والبابونج مع بعض، مش ملح، الملح معقم مطهر صح، بس المرمية والبابونج أفضل، توت العليق أفضل. ليش؟ لأنه بريح وبيعمل تعقيم وقبض للبواسير، وهذا بريح البواسير المتهيجة. بالنسبة لأمل، حبوب على الوجه على الجبين، طبعا يعني الحبوب هذه بتكون حب الشباب اللي هو بيجي بفترة الصبا والشباب، ممكن يكون على الجبين، ممكن يكون على الذقن، ممكن يكون على الجوانب عند السوالف أو الخدود، تختلف باختلاف الوراثة وباختلاف طبيعة الأكل إلى آخره. فأنصحك يا أمل باستخدام كريم، الكريمات التي تحتوي على البروبوليس عكبر النحل، أو الكريمات المحتوية على الصبار والبابونج، هذه كلها كويسة. إذا بدك إشي في المنزل ممكن تحطي عصير الليمون كما ذكرت قبل قليل، تخلطيه بشوية جليسرين مع عصير الليمون، تخلطيهم مع بعض وتحطيها على الوجه لفترة نصف ساعة، بعدين تغسلي ممكن مرة مرتين ثلاثة. لكن إذا صارت الحبوب أكثر أو متهيجة أو حمراء، يفضل تستخدمي شيء داخلي كمان، مثل مغلي الكركم، مغلي الكركم، شاي الكركم خلينا نقول. وممكن تستخدمي أيضا عكبر النحل داخلي، وممكن تستخدمي كبسولات عشبة القمح الخضراء داخلي، كلهم بيساهموا في تخفيف تولد الحبوب من جوة عن طريق الدم إن شاء الله. بالنسبة للأخ فؤاد، والشرية، الشرية طبعا هي نوع من أنواع الحساسية، تظهر على شكل بقع حمراء سريعة الظهور وسريعة الاختفاء كمان، ربما تهيج من مأكولات، من حرارة زي ما حكينا أنه دفي الجسم، من نرفزة وعصبية إلى آخره، كل هاي الأمور ممكن تهيج الشرية. ماذا نفعل؟ الشرية مرض زي ما حكينا مناعي تحسسي، ممكن أصف وصفة خفيفة لطيفة، إن نفعت كان به، ما نفعتش لابد من المراجعة، ألا وهي غلي القريص والكركم، قريص مع الكركم تغليهم زي الشاي وتشربهم، اشرب لك كل يوم كستين ويمشي عليها فترة من الزمن، يعني أسبوعين ثلاثة، إذا نجحت معك الحمد لله، ما نجحت لا، هذه بدها أمور يعني أقوى من هيك. بالنسبة للأخ سعيد، وضغط العين المرتفع، حقيقة ضغط العين هذه مشكلة، وخاصة لما يكون 40 حقيقة، الله يكون في عونك، لأنه هذه الضغط المرتفع الواحد بخاف على الشبكية والنقطة الصفراء انه تتأثر وتتعب ونظرك يضعف لا قدر الله. حقيقة
هذه لها تركيبات خاصة يعني من الأعشاب التخصصية، وهذه لابد تراجعنا يا أخ سعيد أفضل، لأنه هيك وصفات ما تزبط معك، أعشاب تخصصية غير مألوفة للناس. فراجعنا والله حييك، والعنوان بعطوك إياه عن طريق إن شاء الله القناة. بالنسبة للأخت غادة، تكيس الموبايل، تكيس الموبايل طبعا منتشر حقيقة هذا الزمان، ويسبب اضطرابات هرمونية واضطرابات في الدورة الشهرية، ممكن تتأخر الدورة فعلا، وممكن يطلع شعر في الوجه، وممكن يؤثر على الحمل إلى آخره إلى آخره. عادة الأطباء النسائية بعطوا مساعد السكري الجلوكوفاج، حيث له مفعول للتكيسات، ممكن يحل المشكلة ممكن ما يحلها. الآن البدائل الطبيعية هي القرفة، الآن بتوفر حبوب القرفة في الأسواق بتركيز معين بأسماء مختلفة، سينمون لها دور مهم، وأيضا عشبة الأشواغندا بتساعدك في هذه القضية، لكن طبعا المتابعة تحت إشراف طبي بيكون أفضل، بيشتخدي هيك الأمور ببساطة. معانا سؤال أبو عمر. نعم تفضل يا أبو عمر. الله يمسيك بالخير دكتور. الله يمسيك بالخيرات. الله يسعدك ويسعد برنامجك. الله يرضى عليك ويبارك لك يا سيدي. أنا بعاني. نعم يا سيدي. الله يمسيك بالخير. انت اسمعني عن طريق التلفون مش عن طريق الشاشة. نعم يلا تفضل. سيدي انا بعاني من اضرار بول كثير. اضرار في البول يعني محرج. عندك سكري؟ عندي. عندك بروستات؟ بروستات لا ما عندي. عندك مثاني عصبية؟ كيف مثاني عصبية يعني؟ انت اولا عفوا السكري منضبط ولا غير منضبط؟ والله يا سيدي بالضبط لا. طيب ما هو اذا عرف السبب بطل العجب يا ابا عمر. نعم هذا السكري عامل لك مشاكل. ايوه طيب اعطيك نصائح ان شاء الله. في شيء ثاني؟ هذا شيء مشكلة يعني. خلاص اعطيك نصيحه ان شاء الله. الله يحييك. معنا سؤال ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت بنتي عمرها 37 سنه تشكي من دوال الساقين. نعم دوال الساقين. شو العلاج؟ شديدة ولا خفيفة ولا وسط؟ وسط. وسط وسط. طيب طيب شكرا دكتور. الله يرضى عليك. طيب نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية وأول مركز في الأردن، يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز، حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة
من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة. مركز الباسقات له دور تثقيفي وريادي في نشر المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة. الباسقات رمز الطبيعة. شفا بدران، هاتف 510-5683. عزيزي المهندس، من حقك تعرف، من حقك تعرف أنه 50% من قيمة الرسم السنوي المسدد للنقابة هو اشتراك في صندوق التأمين الاجتماعي، وهو صندوق تكافلي بيصرف للمهندس دفعة فورية في حالة الوفاة وراتب شهري في حالة الوفاة أو العجز. للمزيد يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.jea.org.jo أو الاتصال على رقم 5900. عدنا مرة أخرى حياكم الله ونكمل باقي الأسئلة. بالنسبة للأخ أبو عمر وكثرة إدرار البول وهو مريض سكري، ويبدو من جوابه أنه لا يضبط السكري. كثير من حقيقة المواطنين مرضى السكري، وهذه فرصة أني أحكي هذه الكلمة، يعني بقول لك يا رجل ما هي دنيا دنيا وحياة واحدة، خلينا ناكل كنافة وناكل حلويات وناكل وناكل، وما بيسمع النصيحة للأسف. في كثير ناس من هيك، وبعدين بيدفع الثمن غاليا. ليش؟ لأنه السكري غدار يا جماعة، السكري غدار، مضاعفاته أسوأ منه على الكلوة، الجهاز العصبي، على الشبكية والعيون والأمور الزوجية إلى آخره. فبقاء السكري غير منضبط لفترات طويلة سنين عديدة سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ومنها نسأل الله العفو والعافية الفشل الكلوي، غرغرينا في الأقدام، في القدمين، تقطع الرجلين لا سمح الله. ولذلك وصيتي لك يا أبا عمر، وهذا إدرار البول دلالة واضحة إنه السكري غير منضبط. ليش بصير إدرار بول؟ لأنه السكر بيطلع في البول، والسكر إذا طلع في البول بيسحب معه مي، فهذا دليل إنه مرتفع في الدم كتير، بحيث إنه ظهر في البول وسحب معه مي وصار عندك الإدرار وصار عندك العطش. وهذه دلالة، المفروض مريض السكري لما يضبط السكري بصير البول عنده عادي زيه زي غيره من الناس، ولا يصحو في الليل انه يروح على الحمام. هذا دليل انضباط، وهي جيدة من الجسم، شيء هذا من حكمة الله في خلق الجسم، انه غالبا السكري ما بيظهر في البول الا لما يصير مستوى السكر فوق 180 في الدم، فوق 180 بيظهر السكر في البول ساعتها وبيسحب معه السوائل. فلذلك يعني اجعل هذه اللحظة إن شاء الله لحظة خير وبركة، وقرر إنك تضبط السكر مظبوط، حماية لنفسك ووقاية من مضاعفات السكر، بارك الله فيك. طبعا بإمكانك يا أخ أبو عمر تستخدم أشياء إضافية مع علاجاتك، مثل عشبة القمح الخضراء، القرفة، وفي أعشاب كثير خافضة للسكر وتعمل لك وقاية أيضا من مشاكل السكري إن شاء الله. بالنسبة لأم أحمد، بالنسبة لدوالي الساقين متوسطة، الآن حقيقة في صارت منتجات طبيعية على شكل كبسولات، بس ما بستطيع أقول أسماءها لأنه هي بصير دعاية مباشرة. هذه الكبسولات عشبية تؤدي إلى أنه جدران الدوالي تشد وتصير أحسن، وممكن تتحسن بنسبة 60 إلى 70% تقريبا، وهذا شيء ممتاز.
بدون التعرض للعمليات أو الاستمرار في المعاناة. فلا بأس من مراجعة أطباء يتعاملون بالأشياء الطبيعية. معانا أبو أحمد ولا أم أحمد؟ أبو أحمد؟ أبو السلام أحمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في الحلقة الماضية سألناك عن مرض الروماتيزم فنصحتنا أنت في عشبة اسمها الأشوكندة. نعم. حاولنا أنه ندور عليها عند العطارين، العطارين ما تعرفوا عليها هاي العشبة. في إمكانية تدلنا على مكان نقدر نشتريها منه؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أشكرك أشكرك أشكرك. مين؟ أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يمسيك بالخيرات. دكتور أنا عندي مشكلة من أكثر من 10 سنوات، بدأت تسارع بدقة القلب. نعم. كان يجيني على فترات خاصة وأنا نائمة بصحى وحكوا لي أنت عندك حالة نفسية وأخذت المهدئات والإندرال وحاجات زي هيك. زادت الموضوع تفاقم تطور، صار في يجيني في كل لحظة وصار يصحيني في النوم بشكل من النوم بشكل مزعج أو أنا ماشية صار الوضع خطير، صرت تجيني نوبة صار تجيني نوبة تستمر دقائق بيحصل فيها شبه غيبوبة يعني كان معي وانقطاع في النفس. في الشتاء برودة في الأطراف وفي الجسم وكأنه جسمي صار زي البوزة بصير كأني في تلاجة مع أني ما أكون دافية ومتغطية وكذا، بصحى من النوم مفزوع. عملوا لي كوي كهرباء من 3 سنوات. عملت كوي كهرباء في المدينة الطبية، وضع صار منيح يعني الحمد لله، وتركت الأدوية والإسبرين وكل شيء. من كملت 50 سنة من شهر تقريبا الحمد لله، صار الضغط عندي يعلى يعلى، اكتشفت أنا يعني أنه عندي ارتفاع في الضغط، بلشت أخذ بعد لازمة الحال يعني، وكبتها ارتفاع مرة ثانية، رجع التسارع مرة ثانية. أيوة. حاليا أنا في البرد كل سنة بعاني حتى بعد العملية، إني في الشتاء لازم أصحى بالليل بنص الليل بعد ما أكون في نوم عميق، أصحى برجف زي جسمي بحس إني راح يعني صعب كل أعصاب جسمي بتهتز من البرد. أيوة. وتسكير في النفس. رجعت للإندرال من ثاني أنا. الدكتور رجع للإندرال. طيب. تسارع أحيانا إذا بدي أتحرك فجأة هيك أو أتحرك ممكن أروح في غيبوبة. انا تعبت بصراحه يعني تعبت مش عارفه ايش اعمل. الله يعافيك ويجعله طهور واجر. بيحكوا لي عندك كهرباء في القلب شحنات زياده. طيب ان شاء الله اعطيك نصيحه تفيدك جدا ان شاء الله. الله يجزيك الخير. حياكم الله. معنا سؤال. طيب الان نعود الى سؤال ابو احمد. بالنسبه للأشواغندا، ما انت شفت مركز الباسقات في كل المنتجات الطبيعيه بشفا بدران، الدعايه بينت لك كل شيء في الأشواغندا وفي كل شيء إن شاء الله. أيضا بالنسبة لسؤال أم أحمد، بس شوف يا أبو أحمد، مرات الأشواغندا لحالها قد لا تكفي لمرض الروماتويد إذا كان شديد وشرس، ولذلك لابد أنه من المتابعة الطبية. أما إذا كان خفيف فهي تكفي إن شاء الله، سواء الأشواغندا والمورينجا كمان بتفيد. نعم. بالنسبة للأخت أم أحمد، حقيقة مشكلتك يعني فعلا بيعانوا بعض النساء مثلك وبتعرضوا لكل ما تعرضتي له من إجراءات طبية وعمليات وأدوية إلى آخره، وفعلا مرات بترجع مرة أخرى، سواء قضية الكهرباء القلب الزائدة أو البرودة وأمثالها. حقيقة في شغلة بسيطة بين إيدينا متوفرة، ألا وهي ورق الزيتون. ورق الزيتون في مادة اسمها أوليروباين، هذه المادة رائعة في إزالة الشحنات الزائدة أو تسارع دقات القلب. فبإمكانك تغلي وتشربي مرتين في اليوم. معانا سؤال. أم محمد. تفضل. أبو محمد من الخليل. تفضل يا أبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا سيدي على البرامج، جزاك الله كل خير. وإياكم الله يبارك فيك. زيف غير معنا في عندي الوالدي الحجي صار معنا زيف قبل يومين في الأنف. أيوة. أخذناه على المستشفى سووا له فحوصات وقال يا عمي ما فيش خليها تروح فحوصاتها كويس. ثاني يوم روحناه على الدكتور كمان مرة وديناه على المستشفى الأهلي كمان مرة وهان لا يموه ليلي يعني تحت المراقبة لأنه مش لازم تنام أصلا، قال يا عمي كويس مش فيها مشكلة. هلا بنروح على البيت يرجع النزيف عليها كمان مرة. فيا ريت وصفات لوقت النزيف وشو الاكل المناسب لهذا اللي هو طبعا نزيف قالوا لنا تبع الضغط سببه. عندها ضغط هي؟
غير ارتفاع ضغط، انت في ضغط تفاصيل مع المشكله هذه، يعني سبب ارتفاع ضغط، عنده ضغط نعم. طيب. طيب شو الاكل المناسب لهذا الامر؟ شو الاكل اللي مضر لهذا الامر؟ وجزاكم الله كل خير يا سيدي. وياكم الله يحييك. كمان نقطة طبية، يا ريت توفيق كتب إلى الدكتور الله يجزيك الخير، نستفيد من هذه الوصفات الطبية أو توفر إذا في أعمال مش مشكلة، أنا بشتري أنا مش مشكلة. يا سيدي حياكم الله. طيب طيب. وياكم الله يبارك فيك. أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي يا دكتور الله يحييك. أهلا ومرحبا. الله يسعدك. والله يا دكتور أنا عندي التهاب مزمن في القصبات الهوائية. ويعني في عندي مشكلة ما بنام في الليل، وأنا مدخن شره وبوخر مجموعة من شو اسمه مش التبخيرات اللي هي شو اسمه يا موسعات الشعر بخاخات، ما فيش اي نتيجه. يعني انا عندي مشكله من الدخان، كل ما اروح على دكتور بقول لي كثرت الدخان ومش قادر اترك الدخان وما بنام الليل، وانا بدي اي الله يرضى عليك اي شيء يساعد. طيب معي يا شيخ. طيب طيب جزاك الله خير والله. اسمع الجواب، حياك الله. طيب نعود الى ام احمد. قلنا مغلي ورق الزيتون مرتين يوميا، او الان في كبسولات، في كبسولات ورق الزيتون متوفره في الاسواق، ممكن برضو تستخدميها لو اخذتي كل يوم. اذا الامور خفيفه حبه صباحا حبه مساء، اذا الامور قويه خذي حبتين حبتين بكون افضل. وبالنسبه للبروده ممكن طبعا ورق الزيتون نفسه بهذه الطريقه يساعدك ويحسن الدوره الدمويه في الجسم كله، وممكن تحطي مع ورق الزيتون إذا غليتي غلي شيء من الزنجبيل، فهذا بيساعد في إزالة البرودة وبنشط لك الدورة الدموية. كذلك ممكن تستفيدي من الأعشاب البحرية مثل عشبة سبيريولينا أو عشبة الكلب، يسموها الكلب KELP، وموجودة الآن على شكل حبوب. هذول برضو بيحسنوا الدورة الدموية وبيحسنوا أداء الجسم، فبتلاقي انه البرودة ان شاء الله خفت عنك ايضا باذن الله تعالى. امشي بهاي الخطة وتوكلي على الله. بالنسبة للاخ ابو محمد من الخليل وقضية نزيف الانف المتكرر عند الوالدة، لا شك انه هذا النزيف يعني قد يكون رحمة للوالدة، لانه الضغط ارتفع عندها فجأة بدل ما ينفجر لا قدر الله في الدماغ طلع من الانف، فهذه كويسة رحمة. لكن وبنفس الوقت نزيف الأنف عند الكبار مشكلة. ليه؟ لأنه الأنسجة هرمة وأحيانا ما يستطيع الجسم يوقف هذا النزيف. فماذا نفعل؟ أولا ضبط الضغط، خلي الضغط منضبط. اثنين تمتنع عن الأشياء والمأكولات التي تزيد الضغط، وهي الملح، القهوة، الشاي الثقيل، الكولا، كل ما في وراها كلمة كولا، عرق السوس، نبات العلندة، هدول كلهم بيرفعوا الضغط. النقطة الثالثة إذا كان النزف من مقدمة الأنف، طبعا من النص، هو من السبتم هذا اللي في النص، إما من اليمين أو من الشمال، وممكن رؤية مكان النزف، ممكن رؤيته. طبعا في بعض الأحيان النزيف بيكون من الأنف الخلفي وهذه أخطر، وهذه بحاجة إلى حشوات بيحشوها الأطباء داخل الأنف بطريقة مزعجة. لكن إذا كان نزف أمامي ظاهر واضح، خذ لك هذا الوصفة الرائعة. بتجيب قشر الرمان المجفف، اطحنه طحنا ناعما مسحوق ناعم، تمام؟ قشر الرمان المجفف. بعدين بتجيب قطنة تغمسها بعصير الليمون، ثم تغمسها ببودرة أو مسحوق قشر الرمان، وتضعها على مكان النزف مباشرة. بيعمل هذا مثل الكي، كيف الأطباء بيعملوا كي للنزف، مثل الكي. وإن شاء الله أبشر أنه تفقد قضية النزف سنة على الأقل بعدها. إذا حسيت أنه رجع النزف بعد سنة ولا اللي هو، كررها سهلة سهلة وتناول اليد إن شاء الله، ونسأل الله لها العافية. وبالمرة نصيحة إضافية، كل يوم الصبح خليها تدهن أنفها من الداخل بشيء من زيت الزيتون أو زيت اللوز، تحط على أصبعها الصغير وتدهن أنفها من الجانبين من جوا، فهذا يطري الأنسجة المبطنة للأنف ويمنع تشققها وجفافها
واللي هو مسؤول عن النزف أو بيساهم في حدوث النزف، فهي نصيحة وقائية إن شاء الله. معنا سؤال أم عبادة، تفضلي أم عبادة. منك بدي وقفة سريعة للحبل. ليش؟ للحبل. للحبل؟ للحمل. 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 أيوة. طب ما هو لازم نعرف الأسباب ليش ما في حمل. فيش حمل، كنت مركبة الأولاد وبعد هيك 8 سنوات جيت اتعالج الحمل وما صارش والله. فحصتي؟ ايه؟ فحصتي انت وزوجك؟ والله فحصنا، ما فيش اشي، كله طبيعي؟ الحمد لله. طيب ما عندك اطفال؟ عندي 2 ولد. اصغرهم كم عمره؟ اصغرهم 8 سنوات. 8 سنوات. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا لك. اهلا وسهلا. بالنسبة لأبي أحمد، التهاب مزمن في القصبات الهوائية COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease أنت عندك يا عزيزي أبو أحمد، ولا ينام في الليل من كثرة السعال ولا يستطيع ترك الدخان، يعني أنت مرت حالك ورطة مع الدخان والدخان ذبحك زي ما بيقولوا، ورطك خرب لك الشعب الهوائية والرئتين، الأكيد الآن لونها أسود مش وليس زهري قاني، خربت الدنيا يا أبا أحمد، مش حرام عليك يا راجل. وبعدين الدخان الآن في فتوى إنه حرام، يعني بدخن سيجارة بأخذ ذنوب وبستهلك فلوس وبيضيع صحته وعافيته، والله هذه مصيبة. طيب بدي أسألك، لو يا أبو أحمد افترضنا مثلا أنا بجيب لك مثل اعتبرها إيش مثل، لو لا سمح الله اجت الشرطة وحطتك في زنزانة وما اعطوك دخان ومضى شهر وانت في الزنزانة، شو بصير؟ تترك الدخان صح؟ هيك تركته ليش؟ بس هذه غصبا عنك، احنا بدنا بارادتك، ولد ارادة يا رجل، ولد ارادة، خلي جسمك يصلح. بتعرف لو بتترك الدخان بعد 5 سنوات الرئتين والشعب الهوائية بترجع طبيعية كأنك ما دخنت، سبحان اللي خلق. لذلك اعزم وتوكل على الله وفي سجودك ادعو الله انه يخفف عنك وييسر امرك ويعينك، والله سيعينك ان صدقت النية سيسهل لك الله الامر. معنا سؤال، معنا سالم، تفضل يا سالم. سالم اخوي. طيب تفضل. الو. ايوه سالم تفضل. كيف حالك؟ تفضل. بدنا علاج الصداع يا دكتور، الصداع لايش؟ المزمن هذا. علاج لايش؟ الصداع. الصداع؟ نعم. طيب شقيقة، صداع شقيقة؟ شقيقة. الشقيقة متكرر باستمرار. الشقيقة خلاص معروف. طيب تسمع يا. الجواب. اشكرك يا دكتور. الله يحييك. نعود إلى أبو أحمد، فالآن شو اللي بيساعدك؟ معنا سؤال آخر؟ ان شاء الله. ابو احمد ننصحك يا ابا احمد بتناول منتجات النحل، العسل، حبوب اللقاح، غذاء الملكات، عكبر النحل، هذولا رائعات بالنسبة لك. تنين بالنسبة للسعال، انقع بصل بالعسل، خرط بصل وحطه في شيء من العسل لمدة ساعة او نصف ساعة، شو بصير العسل؟ طري سائل زي المي. ليش؟ لانه امتص ماء البصل. صفي واشرب منه عدة ملاعق في اليوم بس على معدة فيها أكل، بلاش تعمل لك حرقة في المعدة. كما أنه ممكن تشرب بعض المنتجات الطبيعية الرائعة الآن، أشربة طبيعية للسعال موجودة في الصيدليات ممتازة حقيقة، بس أنا ما بقدر أسميها، بلاش تصير دعاية، وهذه إن شاء الله بتريحك كثير مع منتجات النحل اللي حكيت لك إياها بإذن الله تعالى تستريح. بالنسبة لأم عبادة والحمل، شوف إذا كل شيء طبيعي عندك وعند زوجك أنصحك بتناول عشبة كف مريم، اغليها واشرب كل يوم كاستين منها، أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة. بالنسبة للأخ سالم، الصداع الشقيقة، الصداع الشقيقة حقيقة مرض مزمن ومتعب، الحجامة رائعة بالنسبة للشقيقة، حجامة الأخدعين على جانبي الرقبة، وحقيقة إذا
راجعتنا ممكن نعطيك شيء مخصوص للصداع والشقيقة يزيلها تماما بإذن الله تعالى. وبالنسبة لأخونا اللي من الخليل قال عن الكتب، في مجموعة كتب حقيقة ألفناها للناس حتى يستفيدوا فعلا، مواصفات بتكون بين أيديهم في المنزل لأشياء شائعة كثيرا ممكن تصيب أفراد الأسرة، وهذه الكتب متوفرة في مركز، في المراكز هذه الباسقات وغيرها، وفي بعض المكتبات في العبدلي أيضا فيها هذه، واللي بدخل على الموقع الإنترنت تبعنا بيعرف شو هي الكتب، ما فيش داعي الآن أذكرها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، بوركتم جميعا ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمرر هذه الأيام الباردة على خير، وتكون الأسر مع بعضها البعض ويستفيدوا من هذا الوقت بالطريقة الصح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.